نعم أعزائي المشاهدين، نحن الآن معكم من وسط البلدة في محافظة عجلون القصبة، يعني أزمات سير خانقة، بدنا نأخذ رأي المواطنين. مواقف الباصات العمومي ما فيش، أزمات سير من فيش بعجلون إلا شارع واحد، اللي هو شارع المحافظة تيصل الإشارة وشارع القلعة، من السيارات من هون ومن هون والبكمات بنص الشارع. يعني الاستراحة هي قدامك، الاستراحة هاي هدوها وإلها أكثر من سنتين ثلاثة بإمكانهم ما يعملوها كراج للباصات العمومي والتكاسي العمومي. طبيعتها بتضاريسها شوارعها ضيقة، الآن صار في عندنا مشاريع بعجلون زي مشروع التلفريك مثلا، الآن كل المملكة ومن خارج المملكة بدهم يجي على محافظة عجلون، فعندنا الشوارع ما بتاخذش يعني هالكم الهائل من أزمات المرور، خلينا نقول السيارات اللي بدها تيجي من خارج محافظة عجلون، فشكل عندنا أزمة كبيرة بداخل المحافظة. يعني التكاسي العمومي ما في مكان يوقفوا، فيش يعني البلد صغيرة، عرفت كيف؟ فيش له مكان. اثنين الشرطة يعني مثل هاي محلي سيارتين ثلاث بوقفين هون، والله ما بفوت على زبون، عرفت كيف؟ بعدين البلد يعني السبب الرئيسي البلد صغيرة، ماتت التجارة بعجلون، مش كمان بعجلون، بكل المملكة. يعني كنت انا زمان وضعي كويس، هلا ما بنبيع ب 20 ليره. انا لما بدي اجي اقعد ساعتين تبني اصل الموقع السياحي، ساعتين تاصل الموقع السياحي، هذه ازمه. انا كسائح بيهمني اني اختصر الوقت واكسب الوقت بالاستمتاع بهذه المناظر والاستمتاع بالاماكن السياحيه والتلفريك. هذا مشروع يعني نهض بعجلون، نهضه سياحيه كبيره جدا. وكل مكان في سيارات، حتى المواصلات كمان في مناطق ما فيها مواصلات، يعني مثلا بنص السوق تلاقي في مليان أزمة وسيارات فوق بعض بالناس. إحنا مشكلة أزمات السير يعني عانينا منها كثير كثير، وراجعنا البلدية وراجعنا المحافظة ولا حياة اللي من تنادي. يعني بيجي واحد زبون بده يوقف باب محلك ما بلاقيش محل، بزم حاله بظل طالع. يعني فيها مسافة 2 كيلو، شايفت نزلت أشتري كيلو قهوة وشوية غراض. ومواصلات والله بالمرار، والله مواصلات إربد أرخص من عجلون. من جيتنا يعني من مرة مقطعين، إحنا مقطعين والله يما مقطعين. يعني الخدمات عندنا من مرة مقطعين. بتروح على المركز الصحي ما بتلاقي حب الدواء، بتروح على يعني شو مشكلة كلياتها، كل عجلون مسكرة، سيارة بتسكرها كاملة، خصوصا المحافظة، مركز أمن المحافظة كله بسكر، سيارة بتسكر البلد كاملة وسلامتك. والتخطيط كان فيها قديم مش صح، ومحسوبية وكل المحسوبيات اللي له قرابة كان بلدية أو دائرة حكومية، والشارع عليه كان منفذه ما مشى صح، والآن احنا بنعاني من الموضوع هذا بسبب الأعطال القديمة أو الشغلات القديمة اللي كانت خطأ. احنا بندفع ثمنها قاعدين، اذا عندنا سياره واحده بتفوت على البلد بالغلط بتسكر البلد كامل لمده ساعه او ساعتين، تاجر رقيب سيرته يفتح الطريق. بنعاني من مواقف، ما فيش مواقف نهائيا. لما انا بدي انزل على السوق يا بتخالف يا بدي اصف باخر السوق فوق، بدي امشي 2 كيلو لنصل السوق. فيش زي ما انت شايف، ما فيش مواقف، الشوارع ضيقه ضياق، هذا تخطيط قديم كله غلط. عرفت كيف؟ يعني اللي اشتغل مساح مثلا بالبلديه قديم من ثلاثينات واربعينات وخمسينات سنه من الاسس هو اللي خرب. طبعا في مشكله بالبنيه التحتيه، هي تاسيسها كله غلط كله خطا. الشغل ضعيف، الازمات السير موجوده دائما، ما فيش حل لها، فيش حل جذري اللي ينهونا منه، دائما بنعاني من الامور هاي. طبعا عجلون بتعاني من ازمه سير خانقه، لسه الوضع خفيف زي ما انتم شايفين الان، لكن اذا سياره تعطلت وحده بعجلون البلد كلها بتوقف بنص المدينه. احنا بنطالب بحلول سريعه لازمه المرور اللي موجوده بعجلون، ان كان بفتح طرق خارجيه حول المدينه تخفف الضغط على وسط المدينه، مثلا فتح طريق من معسكر الحسين للشباب الى منطقه الترخيص والى شارع القلعه، هاي الشارع هذا بخفف الضغط على وسط المدينه.
طبعا عملوا عندنا مشروع السياحي بعجلون قبل حوالي سنوات عديدة، وأيضا رجعوا زالوا الأطراف الشوارع اللي حطوها ورجعوا قاموها مرة ثانية. تخطيط ضعيف عندنا، تهميش بعجلون مع الاحترام لجميع المسؤولين. أيضا عندنا مشاكل بالغابات والأحراش، عدم تخطيط فتح طرق عشوائية، عدم المحافظة على الغابات وتقطيع الأشجار بشكل جائر بمعنى الكلمة. إحنا بعجلون بنطالب إنه يصير اهتمام أكثر، كونها المحافظة الأولى بالأردن، المصرف الأول والمحافظة الأولى بالأردن بالنسبة للغابات والجمال اللي موجود عندنا. وين مصف؟ ما فيش مصف من مرة بعجلون، ولا مكان كراج تصف فيه سيارتك لو بالأجر. تل فريك عجلون فادها في بعض الأمور وما فادها ببعض الأمور أخرى، والمطالبة من المواطنين بجعل طريق خارجي لهذا الصرح السياحي حتى تخف الأزمة عن الشوارع الضيقة في محافظة عجلون. كنا معكم الحقيقة الدولية، عيسى المقابلة، محافظة عجلون.